كذبنا كل التوقعات، واليوم حاول صندوق النقد الدولي باش ينشر تقارير مزيفة، ولكن لما تصدينا له بالأرقام والضرب اللي اعترف أنه كان غلط. اليوم الدولة الوحيدة اللي ما عندهاش مديونية واقفة على رجليها، الحمد لله الأمن والأمان متوفر في بلدنا، الحمد لله رانا في 2022 وهذا وين زدنا ابتعدنا على صندوق النقد الدولي والبنك العالمي. بدينا في سياسة مع رجال الأعمال الحقيقيين، مش دوك اللي شبهوا سمعة البلاد وسموه. تمشينا على أساس نبني اقتصاد، أول مرة نحاول نبني اقتصاد فيه إنتاج وتصدير ونقص من الاستيراد إلى آخره. اقتصادنا قبل كان اقتصاد عريا، مادام عندك المال شري وبيع ولا شري ووزع، هذا ما كان. يعني وصلنا نستوردوا أمور مضحكة. اليوم الحمد لله جزائر الناظورة الإنتاج تاعنا يتقوى، وأول مرة منذ 25 سنة ولا أكثر وصلنا نصدروا ما يقارب 5 ملايير دولار خارج المحروقات، بينما في 25 ولا 30 سنة ندور حول مليار و800 مليار و700 إلى آخره. السنة هذه 2022 إن شاء الله نوصل إلى 7 ملايير دولار خارج المحروقات، يعني ندخله في الطريق الصحيح الحمد لله. يعني الأمور المؤسسات الناشئة نتاع الشباب نتاعنا بدأت تظهر الوجود، وبدأ يكون لها وجود في البحر الأبيض المتوسط، بينما كانت مجهولة تماما. ما فيش احتياط الصرف نتاعنا كنا ندوره فيه حوالي 47 مليار دولار في نهاية 2019، اليوم رانا في حوالي 42 مليار دولار. يعني ما وقعش دوبان كما كانوا يتوقعوه بالاستيراد المزيف، بالعكس اليوم الاحتياط نتاعنا بدا يطلع من خلال الأسعار الجديدة نتاع المحروقات، ومن خلال كذلك الإنتاج الوطني اللي بدأ يعوض الاستيراد تاع قبل، وبالتصدير كذلك. سنة 2000 نهاية 2021 أول مرة أقول أننا وصلنا إلى فائض قليل، مليار ونص دولار ولكن فائض، وهذا اللي خلى الجزائر تستقطب اليوم كثير من المستثمرين في أوروبا وخارج أوروبا. فيها آفاق أخرى إن شاء الله ما نتكلمش عليها قبل أوانها، ولكن فيها آفاق حتى مع الأشقاء الأتراك ومع الولايات المتحدة، مع دول أوروبية، مع إلى آخره.